نواصل معكم ضبطنا الصباح وننتقل إلى شبكة الشروق نت لنحلل أبرز الأخبار الواردة في هذا الموقع رفقة رئيس تحرير هذا الموقع أستاذ الشيخ يوسف الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك صباح الخير. أهلا بكم صباح الخير عليكم وعلى مشاهدي الشروق الكريم. أهلا وسهلا. نبدأ هذه الجولة بالزيارة الأخيرة لحمدوك لمعسكرات اللاجئين. بداية جدد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام الذي يعتبر أولى أولويات الحكومة الانتقالية، مشيرا لضرورة مشاركة الجميع في بناء السلام، مؤكدا الاستجابة لكل مطالب النازحين في معسكر زمزم. وخاطب رئيس الوزراء يوم الاثنين لقاء حاشدا للنازحين بمعسكر زمزم، وحيا حمدوك نضال المرأة السودانية، مؤكدا أهمية مشاركتها الفاعلة في كافة المستويات لبناء السودان الديمقراطية والحرية. وأوضح دكتور عبد الله حمدوك سعي الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوداني والناتجة من تراكم السياسات الخاطئة للنظام السابق. نعم، حمدوك قال إنه حكومته جاءت لإنجاز أهداف أو إنفاذ أهداف ثورة ديسمبر البجيدة في العدالة، المحاسبة، المحاصصة، وطبعا المحاسبة لكل من أفسد وأجرم. هذه الزيارة كيف نظرت إليها؟ والله هي يعني أول زيارة لمسؤول رئيسي أو المسؤول الأول في الحكومة لمعسكر النازحين لأهل الشأن. يعني دائما الأمور كلها بتدار من وراء أهل الشأن، وأنا بفتكر أنه العالم كله بينتظر انتظام السودان، لأنه حتى الآن الحديث عن الديمقراطية بلا مصالحة وطنية بلا سلم اجتماعي يبقى حديث نظري، والحديث عن سلام ومصالحة وطنية من غير إيقاف الحرب يبقى برضو كلام نظري. إذن المدخل لكل هذه الأشياء اتفاق السلام الأساس فيه هو عودة النازحين إلى مناطقهم، وأنا بعتقد أنه النازحين في كلمة للأخ حمدوك حددوا النقاط الرئيسية اللي بتنبني عليها عودتهم لمناطقهم. نمرة واحد يعني بناء المناطقهم اللي تهدمت بطريقة تستصحب التجارب العالمية في رواندا وجنوب أفريقيا وكذا، لأنه ممكن أنا أرجع لحطام أو ركام. الثاني الحديث عن التنمية في المناطق دي، وثالثا تحدثوا أيضا أعادوا المناطق المشكلة أصلا فجرت المشاكل اللي هي الحواكير وملكية الأرض وكده. وأنا بفتكر أنه في كان مفوضية خاصة بأراضي دارفور حتى تنظر فيها بالنسبة للمقيم وللمترحل وكذا. وأيضا تحدثوا عن المعالجات الأمنية، يعني هما أنا ما ممكن أرجع حتتي، والمهددات الأمنية لا تزال قائمة. دارفور مشكلتها الأساسية بين ناس مترحلين وراء المواشي بتاعتهم وناس مقيمين وبيزرعوا، لابد أن إداريا وقانونيا نضع حل المشاكل حتى لا تتجدد البتاع. طيب لا. أستاذ الشيخ، يعني قبل أن نذهب للخبر الآخر الذي يتحدث عنه حمدوك لخطة بناء السلام، تكلم عن اللافتات اللي نددوا بها الحاضرين يعني في المعسكرات تحت النازحين، نددوا بأنهم حيعودوا لمناطقهم وأنهم رغبة حقيقية للعودة من أجل الاستقرار، فمقابل هذه العودة فبالتالي لازم تستصحبوا خدمات موجهة سريعة أو عاجلة، فهل سوف يتم تقديم هذه الخدمات بالفور أم بعد تحقيق السلام الذي يجري الآن في جوبا؟ هو تحقيق السلام ترفع يعني بيبدأ بما يحدث في جوبا، التوقيع وكذا، لكن السلام عظمه أو العظم فيه هو عودة النازحين وعودة السلم الاجتماعي يعني والاستقرار يعني. والمسألة دي هي فيها مسائل قانونية اللي هي محاكمة الجرائم وكذا وكذا، وفيها مسائل بتاعة مصالحة بين رتق النسيج الاجتماعي في دارفور يعني. إلى خبر آخر، حمدوك يطلع على خطة بناء السلام الدائم بشمال دارفور. اطلع رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك يوم أمس الاثنين على ملامح الخطة الاستراتيجية لبناء السلام الدائم بولاية شمال دارفور التي تستند على أولويات الفترة الانتقالية التي أعلنها مجلس الوزراء الانتقالي في شهر سبتمبر الماضي. وعقد رئيس مجلس الوزراء الاثنين اجتماعا بقاعة مجلس الوزراء بالفاشر مع مجلس حكومة ولجنة أمن الولاية بحضور والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي. نعم، يعني
رئيس مجلس الوزراء وجه بتعميم هذه التجربة على جميع البلاد حتى تعم الفائدة. وطبعا يعني دارفور لأنه أنا بفتكر الناس مرات كثيرة لما يكونوا خارجين من حرب يمكن يتقدموا على المجتمعات اللي كانت آمنة في من حيث الشراكة في التنمية والشراكة في السلام والسلم الاجتماعي وكذا. وأنا بفتكر أنه ده امتداد للخبر الفات والحديث فيه وبرضو أنه السلام في دارفور ينبني على المصالحة الاجتماعية ورتق النسيج الاجتماعي. الرتق النسيج الاجتماعي والمصالحة الاجتماعية لن تتم إلا بتوطين النازحين في مناطق مناسبة وحل المشكلات الأساسية التي فجرت الحرب، مشكلة الأراضي والحواكير وملكياتها ومشكلة التداخل بين الرعاة والمزارعين. يعني استاذ الشيخ، فيما يخص المشاريع الان اللي تم يعني اللي ذكرت من خلال هذا الخبر، اللي هي ممكن تعمم تجربه هذه المشاريع، مشاريع التنميه، الى ولايات اخرى، شنو المطلوب الان في عمليه البيئه الداخليه، يعني من توفير خدمات اساسيه تعين النازحين حتى يعودوا ويستقروا يكونوا منتجين؟ والحديث عن اللي قال انه يعني دارين يعمموها حتى على الولايات النظريا كده مستقرة، لأنه إذا عملت مشروعات كثيرة وكانت ناجحة ومشروعات فيها شراكة في التنمية استفادوا منها ناس كثيرين جدا في شمال دارفور، المشروعات دي يعني ممكن حتى تحفز الممول، يعني نجاحها في دارفور في شمال دارفور ممكن يحفز الممول المول لهذه المشروعات أنها تقام في الولايات، لأنه حتى الولايات التي ليس فيها حروب فيها عدم استقرار وفيها عدم وجود مناطق يعني مناسبة لعيش المواطنين. يعني